ايوه كل محافظ الدكتور عبد العزيز خلصان. لحد دلوقتي بدا يعمل اكتيفيشن، بقى دلوقتي شغال اوف لاين على السيرفر الداخلي، وبقى انتر اكتف مع السمارت بورد. ممكن نعمل سند لكل التابلتس الموجوده، تمام؟ في سايت اللي اسمه كلاس فلو، اللي احنا ممكن نبعت كل الطلبه كل الافكار او كل المسائل الموجوده، او ممكن مثلا نبعت تيست. اسمي فرح احمد محمد شباب في مدرسه يوسف النجار، ولسه انا مبسوطه جدا ان انا استلمت التاب، وحاسه ان احنا ممكن نعمل بيه حاجه ونطلع احسن حاجه عندنا. التعليم ان انا يبقى التعليم فيه تفاعل، يبقى انتر اكتف، بمعنى انتوا بتتفاعلوا مع المدرس قدامك التيست بتاعك، بتبص على المعلومات اللي موجوده، بتبص على الدرس اللي موجود، تبدأ يبقى يحصل فيه انتر اكشن. لو عندك فيدباك تقدر تحط الفيدباك، والفيدباك هيبقى انتر اكشن هنا على طول مباشره.